اسمع المشهد اللي باش نبدلكم به الفيديو، اما ما عندي ما نعمل اجواء المباشر به اليوم يا جماعه. انا ديريكسيون تبرق، اش عندي في تبرق؟ عطاكم نوريكم الوجه اللي بحذايا تعرفوا انا شنو عندي في تبرق. اش عندنا في تبرق؟ عن ليله الشك اليوم في تبرقه، مهرجان تبرقه، وانا قصدي ربي يا الليري يا الليري يا الليري يجيني. اي يا جماعه ملول الببليك يجيني ويجيني ويقابلني ستوري. راه مخرج، راه والله مخرج، راه مخرج، راه مخرج يا رسول الله. اللي تم جلاس تحب لو ثلاثة سطر لازم برضو في اثنين. هذا من يحط في القاع شو يغزر الغزر. استنى في المقرب، ها استنى في المقرب. جيلا جيلا السلام عليكم. ألفين وسبعمية مدام برادة يا فضيحة. استنى انا زك التيف انا خا نزيدك نزيدك شو محلاه والله محلاه لا فيش بعيد المرجان
بعد ان 1973 بدا سي لطفي بن حسين مهرجان تبارك الدولة وبدا يخدم في مسرح الزهور وبعد بدات العروض في المسرح الاثري بالبازيليك اللي هو هذا اللي طلعوا عليه اغلب الفنانين العالميين والعرب والتوانسه و و و و واللي حديثه بقي سلام مشبه شو محليهم اللي تابلو يقتلوا شبيه صوتها يا سيد مخت سي بون بدا الوسواس مش عدو عدو بدا عدو بدا الوسواس العرض هذاك ولي تحط في الحلو في ساكة وتقول ما حطيتش برا لونتي ولي تعشاك مرتين كان مش ثلاثة تقولها ابنين العشاء والله ما ضخت يا بنتي برا لونتي اللي يتكب الحليب على الروبة اللي عند اللي هي من عند محرزية بالكرام راهي مش تدلنا عليها وتجي امك تجري من غادي تعرضها امي تقولها لا يا اختي كيكه يا محبوبه في الخير وان شاء الله بالهنا ريت يا محسن سلام يا محسن ريت الناس حرمتنا كيما جيت تفرجت لهنا جماعة الصونال ماهم دولة قطرهم واللحنة لا عصيت عليهم العشاء من ثمانية عليها ما يخوفين العشاء لا لا ما عم يقص عينا من ثمانية في الماء وليت ثمانية قصيت عليهم العشاء كيف أمور جماعة الطرف اخرجوا القابلة وما عيش أي قابلة مبروك 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 مسيح سيدي الطفلة مبروك هسه دي ليش مدن بس راسك يا كاكا هو ديش هارو خليفك على ربك توفي هذي وخيلي حاسب وجهك ولا يدعمي ما تقعد ترم برا الحقيقة دي حتى أبيك سبب خليل خرجنا من المقهى والله صلي على النبي الكل يتسفه قليلا This
احنا ربي ريش بنيتي الرجل مش بنيتي الرجل. لو في حاجة عنا احنا في الرجال مثلا نجم نتعرس وتحب واحد مثلا يطلع مشحاح يحلي هذا كل شيء اللي يشوف شخص مش ليزم يصور وقعد يلف شيء مثلا تقول له عزيز مسيش نخرج منك حاجة برا ليه رأيك في الحالة تعرف مسكين لا لا غدوة عندنا ماسك عايزة تبارقة بيتشرف في مسرح البازيليك. كيفاش لقيت جمهورك الليلة؟ والحمد لله بعد انتظار طويل هذه أول عرض في البرمجة الصيفية وفي المهرجانات الصيفية. محليه 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 على الاخر من الدقيقه الاولانيه اللي دخلت انرجي عداوها لي ياسر مزيانه اللي بالحق هزيت بها معناها روحي وهزيت بها الانرجي نتاعي وكملت ومحليه وببليك اول مره الحقيقه نقابله في تبرقه ونعطيهم الف صحه استمتعوا هما وامتعوني انا ان شاء الله يا ربي نلقاوهم في كل بلاصه. كيفاش كانت شخصيه هنده اللي ماهيش حابه تعرس وعلاش اخترت السوجي هذا سوجي سوسيال معناها بازيك متداول برشا اسكو كان انسبيري من تجربه شخصيه ولا لا؟ لا عزيزتي الحقيقه ماهوش انسبيري من تجربه شخصيه اما انسبيري من الواقع التونسي من اللي عايشين فيه لانه موضوع ما يموتش يبقى لليوم الغدوه الى ابد الابدين. الحكايه والعركه ما بين الكوبل معناها موجوده ملي تخلقوا في الدنيا لكن كل مره يتبدل الوقت تتبدل الظروف تتبدل المواضيع وتتغير لكن الكومبا يبقى هو بيدو معناها وبحكم سيف وعنا العروسات وخذوا هي هذيا نعرفوها معناها الكل وهي راهي في الاخر الكل معناها عرست ما بطلتش معناها رجعت القرار الصويب واللي هو يصير يا ما عرف ويا ما مشاكل خاصه جمعة العرس تصير مناوشات على ساعات اطفال اسباب قضيات امي امك بابا ابوك كل فساد هذوكم الكل الو اخترنا احنا الموضوع هذا عن قصد معناها حبينا نوجه به خاصه اللي جاي على لسان الرساله اللي جات على لسان الام في الاخر بالكل اللي هو راو مشروع ماهوش تفادليكا ماهوش هيا نعرسوا اكاهو هي بناء معناها اسره حياه جديده يلزم قرار يكون في محله بعد تدبير بعد تفكير وتعرف روحك راك في الحياه الكل على شنو قادر.
هاي الحق الحق بعد العرض. أروى راضي على العرض؟ الحمد لله يا ربي الحمد لله. عملنا جوفة برقة الحمد لله. عرض ناجح والله سخت. عملت جوفة. سيد المخرج راضي على الخدمة؟ لا تمخر يا راضي على الخدمة. انتم نور ما تعرف عليك تغزر الوجه يا هك. برافو أروى. شنو تقول؟ الحمد لله الحمد لله. بصي وجه وقفتها يا راه الحمد لله يا رب. أجمل مكياج نعم بوزينك بوزينك فريمون ناقصين رانا ناقصين مازلنا فينا 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 أربع أخرين حاسب لا عروس البحر هذيك أروى باش يعملوا لها تمثيل تبقى قاعده هكاك